من السعودية سأل شيخنا يقول استفرغ في نهار رمضان ولازال عنده شك في موضوع القضاء. نعم، هو يقول أنه يقول إنه تألم من بطنه أو وجد ثقلا في بطنه فأخرج ما في جوفه وهو صائم، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ حكي الإجماع من أهل العلم على أن من استقى فإنه عمدا فإنه يبطل صومه ويجب عليه، طبعا إذا فعله لمرض فلا إثم عليه ويجب عليه القضاء مكان هذا اليوم، لأنه أفسد صومه وهو معذور في إفساد صومه، وبالتالي يقضي مكانه يوما. ولذلك أصل فيما رواه هشام بن حسان عن ابن سينا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فلا قضاء عليه. من ذرع القي يعني من غلبه خروج ما في جوفه فلا قضاء عليه، معذور، هذا بالإجماع. ومن استقى أي ومن استدعى إخراج ما في جوفه فعليه فليقضي، فليقضي أي مكان هذا اليوم الذي أفسده بإخراج ما في جوفه، سواء كان ذلك بمعالجة بأصبع أو بنظر إلى ما يغثيه أو غير ذلك من الأسباب والوسائل. أحسن الله عليكم شيخنا. أم ريم